السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، تحية خاصة من خوكم نافع. جينا نوريكم تبارك الله الخير اللي كاين هذا العيد، عواشر مبروكة. الحولي كيتواجد قرية ولاد موسى، بالضبط أمام بيم ديال سيكسور 6، يعني شارع العلويين كما كتشوفوا تبارك الله. السردية هذه أخويا ياك. السلام عليكم. بعدا منين المرقد اخويا؟ قلعه الصراغنة، الله يعمر من هنا حتى القراقرة. تحياتي. نشوفوا المليح كما كتشوفوا اخواني المشاهدين، راسه وحده تقاده وحده تبارك الله. شحال هذا الخير هذا؟ 110. ها انتم اخواني المشاهدين تبارك الله 110 ومازال طايح الطابله كما كتشوفوا. الخوت المليح كاين، الاثمنه كاينه تبارك الله. الا بغيتي المليح راه حتى الثمن كاين الخوت تبارك الله كما كتشوفوا. المرقد ديال قلعه الصراغنة تقريبا اثمنه ثمن واحد تقريبا ولا تقاش كاين حتى 150 مليون شالين 150 حتى 70. كاين الخوت من 70 حتى 150 الخوت كما كتشوفوا. راه كاينه الصغيره تبارك الله، ها هي على هذا ديال السن، ها هي. جرو جرو اخويا. ها انتم الخوت راه مول 70 شاري تبارك الله. ها هو الحولي تبارك الله، مطنطن حرش سردي تبارك الله. ها المليحه وثاني ديال 100 تبارك الله كما كتشوفوا. خير الله وحورش تبارك الله، ما كاينش لا دوره. هذا شحال اخويا؟ هذا 150. 150 تبارك الله الخوت، يستاهل. لا لا تبارك الله، كل شيء عيد ان شاء الله، ما يبقى حتى واحد بلاش. ها المليحه الخوت. شحال اخويا النمره ديالكم الخوت؟ 06 شويه عليك. 97 06 97 33 95 90 في الاخر. ها انتم الخوت، هذه هي النمره، المرقد ديال قلعه الصراغنة. مرحبا بالجامع كما قلت لكم، قريه ولاد موسى سلا، امام بيم ديال سيكتور 6 كما كتشوفوا. هذا هو بيم شارع العلويين، بيم ديال سيكتور 6. وتبارك الله راه كل شيء عيد، مول 70 مول 100 مول 150 كل شيء عيد تبارك الله. ونشوفوا كراج اخر ان شاء الله. السلام عليكم الخوت. هذا الكراج الثاني اللي قلت لكم بقريه ولاد موسى سيكتور 6 قدام بيم. هادو تبارك الله البراقه المليح، تقاده وحده تبارك الله، في صاله وحده كما كتشوفوا. ديال من المرقد اخي؟ المرقد ديال ازيلان اخويا. ديال ازيلان تبارك الله تبارك الله. كما سمعتوا الخوت، هادو راه الغنم ديال ازيلان تبارك الله. عينا سردون ياك؟ اييه. البراقه حورش تبارك الله المليح، ما كاينش لها دوره. هذا تباع هذا ياك؟ تباع هذا. شحال اخويا مشى هذا؟ 5000. هذا مشى ب 100000 الخوت، 5000 درهم. ها هو تبارك الله. كل شيء عيد، درويش يعيد، اللي عنده يعيد. هذا اخويا بشحال؟ هذا 86 اخويا. هذا 86 الخوت كيطلب، وراه يتصاوب. المرقد ديال ازيلا كما شفتوا، الغنم البرقيه هذه الحمراء، الراس حمر تبارك الله. صالة وحدة تقادة وحدة، يعني أرخص ثمن العموم شحال وأغلى ثمن شحال؟ كاين 105 110 من 80 للفوق حتى 105 110 كما سمعتوا الخوت، كاين من 80 حتى 110. ممكن أشري في النمرة ديالك ديال التليفون؟ 06 71 97 49 63. عاودها عمي. 06 71 97 49 63. هذه هي النمرة الخوت كما قلت لكم، اللي بغى شي حاجة شارع العلويين قرية ولاد موسى أمام بيم. نشوفوا كراج اخر الخوت ان شاء الله، والله يدير لي فيها الخير. السلام عليكم الخوت. بالنسبه لعشاق الخروفه، خروفات تبارك الله، الخروفات خروفات ملاح كما قلت لكم، قريه ولاد موسى شارع العلويين سيكتور 6 امام بيم. الناس راه كتاخذ، الناس راه كتبيع وتشري.
تبارك الله راه الشاري كاين، الخير موجود. هادو البراقة، هادو البراقة تبارك الله راه لا راس وحدة كتسمى. كما سمعتوا الخوت هذه السلالة ديال تيم حضيت تبارك الله، حرشة تبارك الله براقة. خويا النمرة التليفون ديالك، النمرة التليفون عطيك النمرة التليفون شوية عليك. صافي تباع ب 60000 غير شمو. انتم اخواني المشاهدين هذا ب 3000 درهم 60000 ريال تبارك الله. ديال تيم حضيت الخير ديال تيم حضيت اخواني المشاهدين، لا راس وحده تبارك الله، تقاده وحده. ارخص حولي شحال واغلى حولي شحال؟ ارخص حولي 60000، ارخص حولي 60000، اغلى حولي 90000، 94.99. ها انتم اخواني المشاهدين راه 90000 94، راه ما كاين ارخص الحولي من 60 الفوق، من 60 حتى ل 94. ها انتم تبارك الله والسلام عليكم، تمام مناسب، ما كاين لا 100 لا 120 لا والو. ها انتم الخوت، ما كاينش 100 ولا 120. ها هما تبارك الله 96 94 اللهم بارك. شحال قال هذاك اخويا؟ هذا خلاه لنا 73. 73000 ريال اخواني المشاهدين كما كتشوفوا. جربنا باش يشوف الناس، باش الناس يبقى يشوف. باش الناس يعرفوا الاثمنه 73 اخواني المشاهدين هذا باش مشى ولا؟ لا باش تباع. تبارك الله حرشها انتوما برقي. الناس الغنم ديال الدرويش راه كاينه تبارك الله والصلاه على النبي. كلشي عيد مول 60 مول 70 مول 100. خويا النمره ديالك اخويا. خويا النمره 06 031 53 60. هذه هي النمره اخواني المشاهدين. شي حاجه مرحبا. قريه ولاد موسى شارع العلويين امام بيم. تبارك الله كما كتشوفوا الخروفات تبارك الله. الخروفات شحال عمي الخروفات دايرين؟ عمي الخروفات من 40 حتى ل 50. تبارك الله انتم الخروفات. من 40 حتى ل 50. كان 44 46 48 حتى ل 50. تبارك الله الخير. بالنسبة لعشاق الخروفة الخوت. تبارك الله الخير موجود كما قلت لكم قرية ولاد موسى أمام بيم. الناس راه كتشري الخوت، الناس راه بايعه وشاريه. ها واحد الاخ تا هو واحد الزبون تا هو راه كيشوف. بغينا نسولك الشريف على الاثمنه وكيدير السوق. الاثمنه شاعله تصلح ولا ياك اخويا زعما بالنسبه للدرويش غادي تحاسب عليه الثمن. وكاين اللي كيقول ولكن الاغلبيه الشان الغلا الغلا كما قال ان شاء الله مازال يرجع السوق ان شاء الله اخويا. نتمناو خير وشكرا. خديتي ولا مازال؟ ولي عاد كت والله يجيب الخير. تحياتي الله يكبر فيك. خير تبارك الله ديال مولانا. كما قلت لكم شارع العلويين قرية ولاد موسى سيكتور 6 قدام بيم. اللي بغى شي حاجة راه الخير موجود الخوت. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة ومازال نشوفوا الأثمنة ومازال نشوفوا الحوالة ونمشيو نشوفوا كراج أخر. السلام عليكم إخواني المشاهدين، كما قلنا لكم رجعنا لكم الكراج أخر عاوتاني تبارك الله بقرية ولاد موسى شارع العلويين بالضبط أمام بيم سوبر مارشي. تبارك الله راه الخير موجود، اللي بغى شي حاجة يجي بالضبط سيكتور 6 قرية ولاد موسى قدام بيم. راه تبارك الله الخير موجود كما كتشوفوا الغنم برقية حرشة تبارك الله.
بخير الله تبارك الله. منين اخويا المرقد؟ هذا المرقد اخواني المشاهدين ديال ازيلال، تحيه الناس ازيلال تبارك الله. هاي الاعشاب هذه اللي راعيه تبارك الله. المرعى ديالها غير في الجبال الخوت كما كتعرفوا في ازيلال. ازيلال الى جات فيها عين اسردون تبارك الله، غير الجبال والطبيعه تبارك الله. تبارك الله تقريبا راسه وحده في صاله وحده تبارك الله. ارخص حولي عمي، ارخص حولي شحال واغلى حولي شحال؟ ها انتم كما كتسمعوا اخواني المشاهدين، ارخص حولي من 80 حتى 120. كلشي عيد تبارك الله، الدرويش كلشي عيد، الغنم تبارك الله الخير موجود. المرقد هو ازيلال قطرة على الاعشاب وراكم عارفين، والطبيعه والشيح هادو اخويا مبيوعين ياك؟ هادو الخوت راه تباعوا تبارك الله السلعه كما كتشوفوا. مول المليح راه كيدي المليح معنا اخويا تبارك الله. هادو كاع تباعوا اللي معلمين الخوت. خويا ممكن تعطيني النمرة التليفون ديالك؟ غير شوية 06 55 10 04 32. كما كتشوف سمعتوا اخواني المشاهدين، هذه النمرة ديالو والبلاصة بالضبط في قرية ولاد موسى شارع العلويين قدام بيم. هذا بشحال مشى خويا؟ مشى في الزواج. هذا تبارك الله وصل عن 110 تبارك الله. خير تبارك الله. خير الله تبارك الله يسهل. هذا مشى 110 الخوت. تبارك الله. حواله مطنطنين تبارك الله. المرقد أصيلال. هذا اللي كياس، هذاك اللي كيشرب الخوت راه قال لي 110 110 ديال الالف. المليح كاين والاثمنه كاينه الخوت وكلشي ان شاء الله. عيد الدرويش كاين الحولي ديالو، اللي عنده راه عنده الحولي ديالو. والله يسخر كل واحد ونشوفوا كراج اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله اخواني المشاهدين، كما كتشوفوا جينا لكراج اخر عاوتاني نوريكم الغنم البرقيه تبارك الله. المليح كاين، الغنم موجوده تبارك الله، ديال الدرويش ديال اللي عنده اللي ما عندوش، الغنم موجوده تبارك الله. كما قلت لكم اخواني المشاهدين، المرقد الا بغيتوا العنوان هو قريه ولاد موسى، قريه ولاد موسى شارع العلويين قدام بيم سيكتور 6. خويا هذا منين المرقد ديال هذا؟ ازيلال. تحيه للناس ديال ازيلال. كما كتشوفوا راه الغنم ديال ازيلال المرقد الخوت، الله يعمرها دار غير الجبال. هذا المرعى ديال الجبال تبارك الله. هذا بشحال هذا مبيوع؟ هذا اللي معلم بشحال مشى خويا هذا؟ ها انتم تبارك الله الخوت، هذا مشى ب 75، ما كاين لا 100 لا 120. الدرويش عيد كلشي عيد. هذا راه مشى ب 75 ديال ازيلال، الغنم البرقيه تبارك الله الحمراء، الراس حمر. خويا تخلي لنا النمره التليفون ديالك، عطينا النمره. سماك الله بعدا علي الزوري. علي علي الزوري، متشرفين علي. علي يعطيكم النمره ديال التليفون الخوت، تواصلوا معاه اللي بغى شي حاجه. راه الحولي ديال 70 ضرب 74 80 اللي بغيتيه كاين عنده. عطيهم النمره اخي. 06 زيد 49 زيد 74 زيد 23 زيد 81. هذه هي النمره الخوت اللي بغى شي حاجه يعيط ليه. كما قلت لكم قريه ولاد موسى سيكتور 6 شارع العلويين قدام بيم. بيم راه معروف، راه الشارع اللي ديال بيم راه فين كاينين هادشي اللي صورت معاكم.
وتحية لكم الخوت، والله يسخر والله يجيب لي فيها الخير. تحياتي إخواني المشاهدين، السلام عليكم. جينا الكراج خور الخوت، كما كتشوفوا الخير موجود، الغنم برقية حرشة تبارك الله. هذه منين المرقد أخويا؟ أزيلال. أزيلال، الناس اللي عمرها دار راكم عارفين الناس ديال أزيلال، الجبال تبارك الله والطبيعة والأعشاب. هاد الغنم كتكون راعية في الجبال تبارك الله. هذا شحال اخويا مثلا هذا الحولي؟ هذا 84. ها انتم الخوت الخير موجود، هذا 84 مازال طاح الطابله مع بنادم. ها انتم الخوت الخير موجود، هذا بشحال هذا؟ هذا اللي واقف الصغير. انا كنوريو الصغير للدرويش، كنوريو الكبير. 48. الخوت هذا 48 كما كتشوفوا، هذا تبارك الله حرش وراه ولد العام. هذا هو مول الماشيه. قول لي المرعى ديال أزيلال حرشه المليح، غير الاعشاب. خلي لهم نمره التليفون اخويا. 07 زيد 62 زيد 30 زيد 82 زيد 88. هذا هو الرقم الهاتف ديال هذا السيد. كما قلت لكم شارع العلويين قريه ولاد موسى بالضبط امام بيم سوبر مارشي ديال بيم، راهم في الشارع ديال بيم. كما كتشوفوا الدرويش يعيط. ارخص حولي شحال واغلى حولي شحال مثلا؟ 90 48. ها انتم اخواني المشاهدين، راه مول 48 يعيد، مول 50، مول 60، مول 70، الخير موجود الحمد لله. سير الله يسخر لكم والله يسخر الجميع. وعواشر مبروكه.